مساك مساكم الله عليك، بالخير مساك الله حبيبتي، بالنور يا حبيبة قلبي، ومبارك عليكم الشهر. علينا علينا وعليك. عليك داليا منورين. مبارك. داليا هلا هلا وغلا، اول شيء مشتاقين لك حبيبي. انت اكثر. الله يسلمك، وسعيدين بهذا النجاح اللي انت قاعده تحققينه ما شاء الله من خلال اغانيك. مبروك الزواج، مبروك الحمل. يا الحوته، حبيبي الله برجك حوت. الله يحفظك. اي الله يحفظك داليا. احنا اليوم موضوعنا كلكم يا حياتي. الله يسلمك داليا. احنا اليوم موضوعنا عن العنصريه، وانتي يعني امس او اليوم شفنا تغريدتك وردك. قولي لي بالضبط شلون وصلت لك التغريده، شنو كان شعورك اللي حسيتي فيه، وشنو اللي استفزك انك تردين؟ شوف للامانه موضوع العنصريه ما هو جديد، يعني مو شيء بس طلع امس. موضوع العنصريه موجود من قبل، من يمكن طفولتي حتى عانيته. يا حياتي. اوكي. ولكن ما كان يضايقني، لان الحمد لله انا عندي ثقه بنفسي ومقتنعه وفخوره بلوني، والناس تقدر تشوف هالثقه اني انا ما هالشيء ما اثر علي، وبالعكس. صح. ولكن كنت افكر للحظه امس وانا اقرا التعليقات، وانا افكر الحين في البيبي، في كل شيء في حياتي، يعني كل شيء افكر في ولدي اللي جاي او بنتي، فخايفه انه ينولد ويعيش بهالجو العنصري. صحيح. خصوصا ان زوجي ما يبغى يعيشون بامريكا وكذا، لانه يشوف ان احنا عندنا هنا اخلاقيات، ولا العرب اخلاقيات، الاسلام تسامح، وان الناس هنا ما عندها العنصريه اللي هناك عند الغرب. صحيح. ولكن خراني اللي شفته امس. يا حياتي انت بعد قلبي. لا ان شاء الله. ان شاء اسال لو ممكن هالشيء يكون له حل ويوقف، يعني كنت اتساءل، مش اتكلم اشتكي او اتذمر، لان هالشيء خلاص تعودت عليه، يعني مو شيء. ولكن كنت اتساءل هل راح توقف؟ وما اتكلم عن الحلول اللي هي قانونيه، لانه القانون ممكن يردع شخص بس ما راح يشيل العنصريه من مخه او قلبه. صحيح. الكراهيه. صح. هذه. صح. صح. فانا اتكلم عن حل جذري. وكاهي تغريدتك على الهوى داليا، وان شاء الله. لا ولا تخافين، ان شاء الله ولدك أيوة او بنتك تطلع في بيئه صالحه. ان شاء الله يا رب، احنا نتمنى ان شاء الله. مدام امها داليا وابوها هذا الشاب الوسيم، فان شاء الله يعني حبيبي راح يكون كل شيء اوكي. ان شاء الله يا رب، انا متفائله خير ان شاء الله الجيل القادم ان شاء الله. يا حياتي. ان شاء الله. داليا نسمع منك مقطع، خلينا من موضوع العنصريه وهذه الاشياء. لا فاجأتني الحين. فاجأتك؟ مو جاهزه، فاجأتني بدنا اغني كذي شيء، مقطع صغير عشان والله صالح مو جاهزه. صوتك حلو بكل حالات، صوتك وانت تتكلمين بس بدون ما تغنين. سمعنا دندنه شويه، اشوف اقدر انافسك في المستقبل. طيب ايش نقول؟ قلبي فتى قل لي وشغله من القلب، حتى غلا ما حد يساوي غلاتك، طاري كلام الالف سطر وهاب، قمت اتذكر كيف هادك راياتك. يسلم الصوت يا داليا. تسلمين ويسلم هالصوت. عزيزي يعطيكم العافية، واتمنى لكم ان شاء الله النجاح والتوفيق في برنامجكم، وسعيدة اني انا كنت في مداخلة معاكم. احنا سعيدين بعد قلبي. قريبا داليا ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي، يعطيكم العافية ورمضان كريم مرة ثانية حبيبتي. الله اكرم علينا وعليك يا عمري. ثانك يو، شكرا.